المرحلة مش بس صعبة على المشتركين لكن كمان على لجنة التحكيم. يا ريت ما كنت عملت ده. الناس ما بقتش تحب الحاجة الصعبة. والله اقسم بالله مصير المشترك ما رح يتحدد مباشرة بعد مروره على المسرح مثل المرحلة الأولى. لجنة التحكيم رح توضع علامات بعد مرور كل مشترك ورح تحدد مصير 20 موهبة. إني آخر فرصة إني أكون من 20، مش عارفة أنا، مش عارفة. أهلاً يا سارة. نصيبي فين يا عبد الصبور؟ بيت أبويا راح؟ لا، طلقني، طلقت حياتي معاه. فيكي ممثلة إن شاء الله بإذن الله تبقى هيا. سارة مرحبا. مرحبا. شو محضرت لنا اليوم؟ مشهد صعيدي كوميدي. صعيدي كوميدي. هلا هي بما انه هي اخر فرصة لنا فكل حدا لازم يعطي للماكسيموم عنده، وانا رايح عن جد للماكسيموم. انا متفائل شوي بهي الشخصية، فان شاء الله العالم تتقبلها واللجنة تحبها وتعمل شيء حلو. مرحبا وسيم ديبك. الولد اللي ندارت حياتك لحتى يحمل اسمك ما قدرت تحميه. لا 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 لا، خليني على المضمون وبلا ما تعمشي فيه مثل ما اكلي وتغرقيني. الله يرضى عليكي. يلا وسيم، ربت بيت ولا؟ ايوه مالي. لا حول ولا قوه. الله لا يسبب حدا. يلا انا عيونك فر وجهك. تعال احمر كمان. يلا العب. مع الدوازوش، مع الدوازوش يما، يعني مع الدوازوش ده مجلحف يما. انا بدي واد قمر، قمر كده يكون كعز الساجة، واد كده يكون بودي بيلدينج، يلفحني على كتفه ويرميني في الترعة، احبه اكتر يما. يفهميني زين، مين السبب في الخلقة المجلحفة دي؟ مش انت وباي؟ اباي عليك انت الجوز. والله تكسر بدني الى هلا ما خلصت الطبخ بعد. لا مالي مكتفة، اخدة بس الضبوبي الضبوبي. حاكمة أبويني قالوا لنا ما نتقل مشان ما يغرق البلم. بس والله بيني وبينك محروق قلبي، كيف بدي اترك ماكينة هالكبة؟ شو ليش مصرفة سافر بالبحر؟ تقبريني هي ميركل يعني عرضت علي تبعت لي طيارتها الخاصة بس أنا رفضت. يعني عينك شو دبة. فهميني، أنا بدي أجيب وده ود قمرك ده يكون شبه دوني دب، يكون شبه تومي كوز، أحبه أحبه كده وأصوره صورة وأحطها على الفيس ونتصور دق فيس. وين بدي خبيكم؟ أنا ناقصني هم فوق همي، وين بحطهم يا افتكار؟ وين؟ هون ما بقي يسع شي. وين؟ يو تقبروني. تعال كان دقيقة بيسع ألف دقيقة. روحي أنت. تعال تبي تجاهدي؟ إذا غرقنا بالبحر فواشاتي مني وفيي؟ غذائيا مكتفية، مكدوساتي شاورما زيت. أنا بدي أجيب بنت كده كه اللي بيطلعوا في الإعلانات، حميها بالصابون السايل. أيوة بقى كده ودلعها ودلعها. أنا أريد إقامة إيش إيش مشتي أين إنف إيش مشتي أين إنف إيه مثل المتحسس وعم يحكي وحلقه. أنا حلبي ما طلع بإيدي أتعلم، بدي ترغي اللغات. ما فهمنيش. يا رب ارزق العز يا رب. واحنا معاكي يا اختي يا رب. امين 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 يا رب. وتحطينا بالفيسبوك كلنا كلنا ونعمل ده. يلا روحي روحي. برافو ورا ورا. برافو. اهلين بالاستاذ وسيم. اهلين وسهلين. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. كثير حلو. ميرسي. عايز اقول دمك شربات حبيبتي. تقبريني وحضور هايل. ميرسي. كم كارداشيان قلدتني اصلا. الحمد لله تمام تمام مبسوطه. هدوني هدوني. كثير انبسطت انه اللجنه حبت هاي المره وحسوا انه في فرق عن المره الماضيه واني مسكت الكاركتر بشكل منيح.